صالي إنجاز مسجد أبي خديجة. يحب يعني المكان الرئيسي. والله بكل شيء عليم. خدمة الجزائر وخدمة هذا الوطن هي ذاتها خدمة الدين، وخدمة الدين هي ذاتها خدمة الوطن. فنحن ورثنا عن آبائنا أن حب الوطن من الإيمان، وورثنا عن آبائنا أن الإسلام والوطن وجهان لعملة واحدة. فمن دافع عن الإسلام دافع على وطنه، عن وطنه، ومن دافع عن الوطن دافع عن الإسلام. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تقيم صلاتك التي هي فرض على كل مسلم ومسلمة، فرض عين كما تعرفون بأشكالها وألوانها ورخصها، ولا تسقط أبدا. لا يمكن أن تقيمها إلا في حيز ترابي، في مكان، وهذا المكان هو وطنك.